اليوم كنتواجد في عيادة الدكتورة محاسن، والموضوع ديالنا أكيد هو موضوع يؤرق الآباء، مسألة اعوجاج الأطفال اللي كيكون إما في الساقين أو في الأيادي، وبالأخص كتكون بزاف في العمود الفقري، كذلك مسألة الحدبة اللي بزاف الناس ما كيعرفوش أنها راه داخلة في اعوجاج الأطفال، وأنها على حسب الدكتورة كيف غتشرح لنا مرحلة متقدمة من هذه المسألة ديال الاعوجاج. هذا الموضوع بغينا نطرقوا ليه مع الدكتورة، يشرح لنا الأسباب ديال هذا الاعوجاج، واش كاين علاج ولا ما كاينش علاج، كذلك غتعطي بعض الخطوات اللي غيتابعوها الآباء إن شاء الله باش يقدروا يكتشفوا هذه المسألة مبكرا في وليداتهم، ويقدروا ديك الساعة يعالجوها. أهلا بك دكتورة. شكرا لله، مرحبا بكم. الله يبارك فيك. يعني كيف قلت في التوطئة، هو بغينا نطرقوا لموضوع ديال اعوجاج الأطفال بأنكم انتم مختصين في هذا المجال. بغينا نتعرفوا أول حاجة، فين كيكون هذا الاعوجاج، فين كيبان، وواش كيخلق مع الدري او لا، حتى لواحد مرحله من مراحل النمو، وشنو هما الاسباب ديالو؟ إذا اعوجاج العمود الفقري هو عنده عدة أسباب. من بين المسائل اللي هي العامية هي ذاك الاعوجاج ديال اعوجاج المراهق اللي تيجي في سن 10 سنين 11 عام، هادو تيتسماو دي سكوليوز ايديوباتيك، ما معروفش الأصل ديالهم، مازال تيشكو بأنه واحد الجان اللي فيه مشكل. هذا هو عامة، هادو هما النوع ديال لي سكوليوز اللي تنشوفو بزاف، بحال كيف تتشوفوا هاد لا غاديوغرافي، هاد الراديو شتي تيبان لكم هنا كيفاش ان العمود الفقري ما ماشي مقاد، انه هنا كاين واحد الاعوجاج. كاين انواع اخرين ديال الاعوجاجات اللي تيكونوا مثلا مرتبطين بامراض عصبيه بحال ليميوباتي لسبينا بيفيدا، هذاك نوع اخر اللي مرتبط بالمساله ديال العصبيه اللي عندها علاقه بالعضلات اللي هما ناقصين ضعاف، هذوك هما اللي تيأثروا على العمود الفقري. يعني هذه المسألة ما عندهاش علاقة بالجينات، بالهرمون، بالعلاقة القرابة بين الزوج والزوجة. كاين بعض الدراسات اللي تيقول لك كاين واحد اللي تقدر تكون من القرابه، كاين اللي تيقول لك شي حاجه وراثيه، ولكن مازال الابحاث ما عطاتش واحد النتيجه قاره على شنو هو السبب الرئيسي ولا السبب ديال هاد لاسكوليوز هادي. وهاد العويجه شنو الاثار اللي كيخلقها في الطفل؟ يعني اكيد كيعيق الحركه ديالو بزاف ديال الامور. هاد العوجاج الى ما داواش اولا تيقدر تاثر على التنفس ديال الطفل، و تيؤدي الى مشاكل بحال كي قلت لك ديال التنفس، تيضغطلو على القلب، تيضغطلو على الريه. كاين بعض العوجاجات اللي تدير لاختروز، تيبدا يتحك العظم مع العظم فاش الواحد تيكبر، تيبدا يعطي الحريق كبير. فمن الافضل وماشي ومن اللازم انه نعالجوا هاد العوجاجات ما حد الطفل مازال في سن مبكره. غير هو طرقت واحد المساله انها كتبان في سن المراهقه، ولكن الاباء كيفاش غيعرفوا الدري؟ غيبان لهم، قلتي الدري كيكون طبيعي في طيله ديك المراحل النمو، حتى كيوصل ديك 11 سنه 10 سنوات هو طالع عاد كيبدا المشكل. تماما. دونك كيفاش حنا غنكشفوا على هذه المساله؟ هي في الحقيقه هي مسؤوليه ديال الطبيب، ولكن حنا تنعرفوا بان دابا الاطباء عندهم ضغط كبير في العيادات. حنا دائما نحاولوا ننبهوا طبيب الاطفال، نقول له عافاك الله يخليك، شوف له ظهره واش ما عندوش شي اعوجاج. وقاطعك لان واحد خديجه قالت لك للاسف انا اكتشفت هذا الاعوجاج حتى كبرت، وصلت للمرحله الخطيره، هو تعليق جانا دابا عاد نكملوا. يعني هذا هو اللي حنا بغينا نتفاداو، بغينا نتفاداو ان نوصلوا للحاله الخطيره عليها، بغينا انه الطبيب يحاول يشخص بكري، وان الاباء ينتبهوا، تيبداو تيطلبوا من وليداتهم انهم يتحناو ويشوفوا انه ما كاينش شي جهه طالعه على جهه، ولا كتف مثلا لو وقف الوليد كتف طالع على كتف، ولا لو باسان ما يشوفوش ان كاين واحد الفرق. واش دائما تنقول لك الاباء راه ما عندهمش المسؤوليه الكامله، ولكن يعاونوا خطوات هكا باش يشوف. هادو هما الخطوات. احسن حاجه انه يطلب من ولده يعريه، ويطلب منه انه يتحضر ويشوفه من اللور، ويشوف واش عنده واحد الجهه من العمو من ظهره طالعه على جهه اخرى. الا كان عنده خص يكون عنده بحال هاد الجهه بحال هاد الجهه. الا شك في اي ادنى حاجه يمشي عند الطبيب المختص طبيب الاطفال. الا طبيب اطفال قال له راه خصك كاين فعلا شي حاجه غادي يدير راديو، الا قال له راه الحاله عاديه راه ما غادي يدير حتى شي حاجه.
واخا. وبالنسبه لمساله البناء العلاج، واش كاينه امكانيه العلاج بالنسبه لهذا العلاج فاش تيكون الاعوجاج مثلا تيبدا بواحد الدرجه اللي هي مازال قليله؟ هذيك دائما تنديروا لو كورسي، دوك لو كورسي بحال كيف تتشوفوا هما هاد الالات هادو تنتبعوا مع الواحد بحال اللي تدير مثلا الحديد في السنان ديالو، تنديروا لو كورسي باش تنقادوا هاد الاعوجاج هذا، تنبقاو تنواكبوا معاه، تيجي تيدير لي كونترول ديالو باش تنقادوا له حتى تنوصلوا للخر ديال حتى تنقادوا العمود الفقري. وكاين فاش يكونوا الحالات متقدمه بزاف، ولا تيكون مثلا العوجاج لاسكوليوز تتكون حاده بزاف، بعض المرات تنمروا مع الاسف تيمر الطبيب الجراحه، وهذا حتى هو تنبغيو تتفاداو عليها، تنقولوا عافاك حاولوا تجيبوا وليداتكم في اقرب وقت ممكن باش ما نمشيوش للجراحه، لان هي جراحه ماشي سهله تكون فيها الحديد، وتنبغيو نتفاداوها. وهادشي ما بغيتش دابا نخلع الاباء، ولكن واش ممكن نوصلوا لواحد المرحله ان حتى الجراحه ما تنفعش؟ الا فات واحد السن اللي هو 16 17 حتى 20 عام حتى الجراحه ما تتكونش ممكنه، لان صافي العظم تيكون صافي قصاح بزاف، وتيكون واحد الخطر كبير على النخاع الشوكي، حيت ان الطبيب ما تيبغيش كاع يفتح، لان تيكون واحد الخطر على الشلل، فتيبقى مع الاسف الواحد تيعاني، ما يمكن له يدير كورسي، ما يمكن له يدير جراحه، تيبقى تيعاني في صمت ما تيعرفوا حتى شي حد. غير هو بالنسبه لذاك الجيل اللي كيديروا، يعني الناس كيقولوا واش كاينه فواحد الفعاليه ما كايناش فعاليه هذا؟ الا كان مشى عند المختص الحقيقي، الا ما حيت هادشي راه كاين الناس اللي غير تيقولوا بان تيديروا لي جيلي، لا خصو يتمكن بان يتاكد بان هذاك مهني حقيقي، تيمشي وتيشوف معاه وتيشوف النوع ديال الكورسي اللي عطاه الطبيب، وتيتبع المسائل وتيحترم المواعيد، ما تيكون غير تيسير وتيكون دائما النجاح، الا كانت شي حاله اللي هي صعيبه، ولا كان شي عوجاج اللي هو كبير، داك الساعه هو راه تيكون خارج على زعما الطاقه ديالنا، ما تيمكنش. كاين سؤال دكتوره كتقول لك انا ولدي ما عندوش عوجاج في السلسول ديال الظهر، ولكن عنده في رجليه دايرين كندير ليه الترويض. يعني هذه المساله حتى هي ممكن العلاج ديالها ديال الجلد؟ اي كلشي في العوجاجات يمكن بلي زاتيل، هادو الات اخرين ماشي لي كورسي، الات اخرين تنقدروا نديروهم، ولكن على حسب علاش السبب، دائما تنرجعوا للسبب، الرجلين تيكون غالبا سبب علاش كاين هاد العوجاج، تيخصها تمشي تشوف الطبيب اللي تعرف به السبب. يعني يكون نتيجه مرض اخر؟ يقدر يكون نتيجه مرض اخر، غالبا يقدر يكون نتيجه مرض اخر، ولا عوجاج من الصغار وما دار له حتى شي حاجه ما انتبهتلوش، ولا خص غير الترويض، دابا خص على حسب الحاله تشاف. واخا وبغينا ننتقل لواحد المساله ديال الحدبه حنا دائما كنقولوا خليقه، يعني كنشوفوها كي صحابنا واش داخله في توحيمات الخليقه هكا، ولكن اللي ما كيعرفوش الناس واللي عرفناه مثلا الدكتوره ان الحدبه راهي داخله في العوجاج، وممكن تعالج قبل ما تولي، يعني هي كتعاقه الصحه ديال الانسان والحركه ديالو، في نفس الوقت المظهر شويه كيكون. انا فاش نشوف الحدبه في هذا العصر هذا تيتقطع لي القلب، لانه في هذا العصر ما خصهاش تكون الحدبه، لان الحدبه هي واحد الدرجه متقدمه جدا من العوجاج العمود الفقري، هذه السكوليوز اللي تتكون فايته 100 درجه، يعني ان هاد الفقرات بقاو تيدوروا وهما لاصقين مع الضلع، تضلوع بقاو ماشي حتى وصلوا للكتف، هو فاش تتوصل ان تتشوف داك الحدبه، فهذا الشيء خصنا حنا نتفاداه، وما حد الواحد مازال صغير، وان شاء الله ما عمره ما يوصل لهاد الحدبه هذه، فالواحد يقابل راسه ويحضي وليداته ويحضي راسه، وما يخليش داك الشيء يتمادى نهار بعد نهار، راه غير في شهر واحد تيقدر يتزادوا 5 و6 ديال الدرجات في شهر واحد. وانا كان مره كنعطي سؤال، مره كان شي سؤال، مرحبا الداعي الكرام، كيقول لك واش العوجاج ممكن يكون سبب في لي ديسك اللي كيكونوا في هاد الفقرات؟ واش العوجاج سبب في هاد الفقرات؟ يكونوا هما سبب في العوجاج معلوم، والفقرات هما اللي تيتحكموا في العوجاج، لان فاش تيدوروا الفقرات تيدور العمود الفقري وتيدور الضلع، دوك الفقرات هما المسؤولين على هادشي كله. واخا يعني انا كنشوف كان ماشي مشكل، عندي ولد صغير 2.5 عنده كيس في المخيط، عنده مرض تما، ما عرفتش انا نقرا ما عرفتش كيفاش يتصاب، كاتبه لي بعربيه جوبار في البصله السيسائيه، وولدي العمود الفقري راه كيعواج، والفقرات تاع الصدى ديالو راهم كيعواجوا. هاد الشخص تشوف مع داك هذا الشخص تشوفو دابا، لان فاش تيكون مشكل في المخ خصها تشوف مع لو نوروشيرجيان الاختصاصي في الدماغ،
وباش يشوف يخرج لها ان كورسي، لانه باش ما يبقاش الوليد يعواج. فهذا خصها تشوف دير الراديو فين واصل هذا الاعوجاج، علاش وصل لهذا الاعوجاج، فولا بد ديه الاخصائي ديالها باش يدير له شي راديو ويشوف فين واصل هذا الاعوجاج، والا كان خصو الكورسي خصها ديرو له في اقرب وقت ممكن باش الحاله ما تتفاقمش. واخا السؤال ديالنا حنا دكتوره هو بنا النصائح لست الاباء كيفاش ندرسوا وليداتنا. لحقا سمعت قبيله قلتي على المساله ديال البورتابل، المساله ديال الايباد، واش ما خصناش نستعملوا اولا الطريقه باش غنستعملوا هي اللي دابا المشكله تاع هاد الحياه دابا اللي رجعات الطريقه ديال كلشي الدراري جالسين في لي زورديناتور في لي ايباد، رجعوا غير مكمشين ما تيخدموش العضلات ديالهم. حنا بغيناهم يخرجوا يلعبوا يديروا السباحه، هادشي ما عاونش، لان كل ما كانوا العضلات ناعسين كل ما كان العوجاج كل ما العوجاج تيتفاقم. دوك هذاك الشيء هاد الكلاس ما تيعاونش. يحاولوا واخا دابا كاين هاد الشيء تنقراو في الدار وهذا، نخرج ندير شويه ديال الرياضه، نتحرك، ندير لاباغ فيكس، داك لاباغ فيكس نحطها في الدار نتجبد بها، مهم نتحرك. فانا تنصحهم انهم وليداتهم خصهم يبداو يتحركوا باش العضلات ما يبقاوش ناعسين. سؤال اخر كتقول لك انت عندها 11 عام كيبان ليها السلسول ديال الظهر داك يعواج شويه، واش هذه ممكن تكون اندار؟ تقدر يقدر يكون اندار، ولكن بحال كيف قلت لها ما فيها بس تكيها تكيها وتشوف واش داك الجهات بحال كي قلت لك بحال قد قد، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه، وتشوف واش الكتاف ديالها قد قد. تقدر تدخل الانترنت وتشوف تكتب كيفاش، حيت بالفرنسيه كومون ديبيستي اون سكوليوز، تقدر كاين مسائل اللي تقدر تعاون الاباء كيفاش يشوفوا الشيما، كيفاش يقدروا يشوفوا هاد الطريقه، كيفاش يعرفوا هاد لا سكوليوز. طريقه سهله. واستقبل دكتوره اخر بالنسبه اخر سؤال انا وقت البرنامج مساله. دكتوره من فضلك، انا عندي 32 سنه، مشكل عندي الم اسفل الظهر، ولكن عندي عمود فقري على شكل اس من تحت بحال حفره، وحتى كنحس بالم اسفل الظهر، شنو الحل؟ هذيك تتسمى لي بيغلوغدوز، يعني انها عندها ظهرها محفر. الحل هو الرياضه، ما كاينش شي حل اخر. خصك تخدمي العضلات ديال لابدومين ديالك باش داك التقعر ما يبقاش يضرك ظهرك. السباحه مع الاسف دابا مع كورونا ما مساعدناش، حاولي ديري غير الامكانيات، ماشي كلشي ممكن يدير السباحه، ماشي كاين دابا مثلا الكومبلكس فيه تسهيلات فيه امكانيات، يقدروا يحاولوا يديروها كشي حاجه من الضروريات. شي حد مثلا تيدرو ظهرو، راه الا تيدرو ظهرو ما يقدر لا يخدم لا يدير حتى شي حاجه، دوك خصنا نديروها من الضروريات، ما نشريش الحوايج وغنمشي ندير السباحه. فهذه هي الصحه. دوك الا كان شي وزن خصها تنقصوا، لان الكرش كل ما مشات القدام كل ما تيزيد الحريق. دوك انا تنصحها انها تمشي دير الرياضه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هذه، من غير لان صافي فتنا الكورسي، فتنا هاد المراحل كلها مع الاسف. شكرا لك دكتوره، لكن قبل الختم بغيتك نصيحه اخيره للمتتبعين الكرام بخصوص مساله عوجاج الاطفال والمراقبه ديال الاطفال ديال المحسن. بالنسبه للدراري راه ربما اللي كيتابعونا اللي عندهم 10 سنين او 11 عام راه ممكن يقدروا، حنا كنا صغار كنبقاو نقيسوا هنا كنقول ماما معلوم يقدروا يشوفوا راسهم. اذا انا بالنسبه لي النصيحه انه الاطباء هما بحال كي قلت لك عندهم حمل ثقيل، يحاولوا الاباء يعاونوا الاطباء ولا يعاونوا وليداتهم، ينتبهوا لهم، يشوفوا هذه المسائل اللي انا قلت لهم، هذه العلامات، يدخلوا مع وليداتهم الحمام، ينتبهوا، يشوفوا الدار، يشوفوا الكتفات، يشوفوا هاد الوراك هادو لو باسان. وزياده على هذا الرياضه، وليدات اللي جالسين مخشيين في الكراسه، هادشي راه تيديه للتفاقم ديال هاد المشكل هذا. اما هذا هو اللي نقدر ننصح به. اذا شكرا لك دكتور على كل هاد النصائح القيمه، نتمنى المشاهدين الكرام يكونوا استفدوا معنا، ويعني اسئله كثيره جاتني هنا عبر التعليقات ديال المشاهدين، ما كاينش الوقت باش نكملوهم، كنعتذر يعني لجميع المشاهدين اللي ما تمكنش لانني ناخذ الاسئله ديالهم، وكنوعدهم ان شاء الله بلقاء اخر مع الدكتوره بديك الساعه نخصوها حتى غير الاسئله ديال المتتبعين الكرام وجاوبهم الدكتور على كل شيء. دمتم في امان الله. إذا